مساء الخير، مساء سعيد، تحية طيبة مباركة لكل جمهورنا الكريم الأوفياء الأحباء الكرام. أنتم على القناة الفضائية شادة تيفي وبرنامج دندنة مع عماد في موسمه الرابع. طبعا كالعادة هناك أصوات طربية، هناك مواهب غنائية، هناك طاقة إيجابية، وطبعا دائما برنامج دندنة مع عماد تكون في حضور ألمع نجوم الساحة الفنية المغربية. البداية وكالعادة غادي نبغي نرحب أصدقائي الفنانين الموسيقيين، طبعا الأستاذ هشام على الأورغ، كذلك نرحب وكالعادة بالأستاذ رشيد عازف الكمان، ثم كذلك الأستاذ دريس نيجرا عازف العود، وكذلك صديقنا ضابط الإيقاع السيد مراد، كذلك كنحييو تحية خاصة. والأكيد أننا اليوم غادي نبغي نسمع واحد المعزوفة من أشهر اللي سمعنا طبعا في تاريخ الموسيقى العربية والمدارس الموسيقية العربية، نسمعوا معزوفة أشواق لرياض الصنبادي. الأكيد أننا اليوم غادي نسمعوا عدة أنماط وعدة ألوان غنائية كتمثل عدة مدارس موسيقية فنية، رفقة أصدقائي الفنانين اللي غنتعرفوا عليهم اللحظة بعد الجينجل. نبدأ في التعرف على فناني حلقة اليوم أحبائي الكرام. طبعا على يميني نورا، نورا اللي جاتنا من فاس. اهلا بك نورا. اهلا سي عماد، كل شيء بخير هانيه؟ الحمد لله. نورا طبعا دي ماشي اول مره، كنا استقبلناك هادي تقريبا واحد ازيد من سنتين، ولكن حنا هاد المره هادي وحنا في اولى حلقات البرنامج ديال دندنه هذا الموسم هذا رغم الظروف، فاحنا ان شاء الله بدينا حلقاتنا طبعا في الموسم الرابع، وان شاء الله على امل ان الامور كلها ترجع لطبيعتها. على اي كي داير الامور عندكم فاس؟ الحمد لله حاليا دابا فاس الحالات شويه ما بقاتش كيف كانت في الاول، والحمد لله حسن مدينه فاس والناس مدينه فاس ثم يعني ما يعني على ما يعني ما على ما كنظن انهم الحمد لله حاليا يعني ملتزمين، يعني مستقر ومستقر. نعم. نعم الحمد لله. الحمد لله. ثم كذلك صديقي واخي عصام سرحان، اهلا بك عصام. الله يبارك فيك سي عماد، وانا كنكون دائما طبعا سعيد بالحضور ديالي معك في البرنامج الجميل وطبعا مع الضيوف. اكيد ان شاء الله ندوزوا حلقه جميله. اكيد عصام، انا طبعا دائما ملي تيكون عندي واحد الفنانين لما كيكونوا معايا في البرنامج الا وتنكون فرحان سعيد، لان اكيد غنسمعوا الطرب وغادي نسمعوا الموال وانا يعني ما احوج انا الاصوات الطربيه. هادشي اللي كاين، وانا كذلك راه كنتبع الحلقات ديال كاملين لانه انا من المعجبين طبعا بهذا البرنامج اللي كيقدم واحد الكاليتي زوينه وكيسمعوا الناس وكيستمتعوا بالحلقه ديالك. اكيد نتمنى نكونوا عند حسن الظن كذلك في حلقه اليوم، وتنشكر الناس اللي كيشجعونا واللي كيتلاقاو معايا ودائما تيجعوا كيقول خليك دائما قلب لنا على من غير الاصوات المعروفه، كذلك حتى الاصوات الجديده ولو انها تيكونوا بعض الفنانين معروفين سي كونفيرمي تيغنيو في عدة حفلات وسهرات ومهرجانات، ولكن ما تيكونوش معروفين في الإعلام، ولكن أنا الدور ديالي هو أننا نفتحوا الباب كذا هنا في قناة شادة الفضائية وخصوصا برنامج دندنة لاستقبالهم. كذلك معايا اليوم محمد المنصوري، أهلا بك محمد. أهلا سيمات، كل شيء بخير. استضافة بارك الله عليك، دائما بشوش ابتسامة. ربي يخليك، ربي يخليك سيدي عماد، ومرحبا بيا معكم أنا اليوم، وأنا ديما متبع البرنامج وهادشي زوين تبارك الله عليكم. أكيد تعرف عليك عامة الجمهور من خلال المشاركة ديالك أعتقد في الموسم الخامس ديال البرنامج ذا فويس. شفناك وسمعناك، غنرجعوا لهاد الذكريات وغنرجعوا كذلك لاختياراتك الفنية واختياراتك الغنائية. فطبعا حنايا في بداية الموسم كاين موضوع اللي كان فيه نقاش
كان فيه جدل أكيد هو موضوع ديال الدعم، دعم الأغنية المغربية. فأنا ولو أن الموضوع شوية دست عليه يعني هذه أسابيع، ولكن أنا دائما لما إحنا في دندنة سنبغي نسمع نأخذ رأي كل واحد فيكم، خصوصا من جيل الشباب. أنت عصام سرحان كيفاش عشت هذا الموضوع؟ شنو هو المشكلة؟ علاش تخلق الجدل؟ هي بصراحة موضوع الدعم، لأنه أصلا هو العنوان مشاف في حد طرح، ماشي في الطرح دياله، هو الموضوع كله أنه هاد مسألة الدعم للوزارة ما كانش العنوان ديالها خصو يكون هو الدعم، لأنه هو أصلا دعم الإنتاج مشاريع الفنية. وبالتالي الناس مشات في حد طرح ديال أنه هذا دعم ديال كورونا، وبعيد على أنه أن الوزارة كتدعم يعني بروجي. المسألة ديال الدعم جات أننا أنا من بين الناس اللي استفدوا، فاحنا دفعنا بروجي. الناس الحوايج اللي ما فاهمينش وانه حنا دفعنا واحد بروجي فني فيه لجنه اكفاء، وصاروا على انهم يعني يختاروا فنانين اللي قادرين انهم يكون عندهم بعدك يكون شركه، لانه مي كنقول انا عصام سرحان انا حاليا في البروجي ديالي دفعت ما كندفعش باسمي كفنان، انا معايا يعني شركه، انا شركه عصام سرحان او جمعيه او جمعيه، جمعية. انا كنهضر بالصفه ديالي كشركة، يعني تف البروجي دفعت كأنه أنني شركة عصام سرحان، ومعايا ناس ومعايا ملحنين معايا موسيقيين معايا مخدم يعني بزاف الناس، فاش قدرنا نوصلون هذا المبلغ اللي عطتنا الوزارة. يعني الموضوع الصراحة خدا أكثر من الحجم ديالو، وخدا واحد الطرح بعيد بزاف، على لأنه هذه الدورة 22 وهذا العام يعني نقدروا 11 عام فاش كتعطى الدعم هذا، وهذا العام هذا اخذ واحد الضجه كبيره صراحه. جوستمون حناش دابا حنا كنحاولوا دائما نعاودوا نذكروا ونعاودوا نهضروا، لانه هو اخذ واحد المنحه اخر، لان شنو كان المشكله في الاول؟ هضرنا على شي برامجنا، هو هذاك الدعم الاستثنائي. عامه الناس فهموا بانه بما انه مثلا وضعيه الفنان تا هو كيعيش كذلك بحال باقي المواطنين المغاربه واحد الازمه اللي ان شاء الله غادي تكون عابره، فبالنسبه لبزاف تعامت الناس فهموا بان جات الوزاره وبدات كتفرق الفلوس على الناس كوم كوا راه حيت زعما ما كيشتغلوش، وكينوضوا الناس كيقول لك اودي كذلك تا بعض القطاع خصوصا القطاع الغير مهيكل تا هما راه كاينين الناس اللي كيبيعوا ويشريوا في الاسواق والاسواق القرب والى غير ذلك، والباعه متجولين والى غير ذلك. ف هنا هنخدا المنحه الاخر، حنا كنعاودو نذكروا غير لتنوير الراي العام. حنا هنايا ما كان عندنا الراي والراي الاخر لتنوير الراي العام، هو دعم دائما كان منذ سنه 2008 طبعا بواحد الفريكونس ديال جوج دورات، كيكونوا جوج دورات في السنه تقريبا، واستافدوا عن العديد من الفنانين لدعم الاغنيه، هو دعم للابداع وبالتالي هو دعم للثقافه المغربيه. وحنا يعني كما كان مثلا كيدعموا الفلاح مزيان، ندعموا الفلاح وندعموا المقاولات الصغرى وندعموا يعني القطاعات كثيره، قطاع منظومه الصحه يعني عديد من القطاعات، فكذلك الثقافه يعني لازم اننا ندعموها، يعني ما بقاش ناخذوها بواحد الاستعماد. المساله اللي ما كيعرفوهاش الناس ربما هو انه الوزاره كتعطي 60% للفنان وال 40% حنا كنكملوها، يعني ديك الفلوس راه ما غنديوهمش، يعني راه كاين ناس خدامين معاك، كاين 20، انا شخصيا مخدم 20 موسيقي 20 موسيقي كيفاش غدير تخلصهم؟ كيف ما فيها استوديو، بما فيها لا باتونت ديال الضرائب، بما فيها بزاف د الحوايج، والدوله كتعطيك 60% و 40% انت كتكملها من عندك. هذه غيفاش الناس يفهموا هذه المساله. انا تنظن هذه البوليميك غادي تكون مزيانه في صالح اولا المتلقي، الناس اللي كيسمعوا بحال الشكل ديالنا حنا المواطنين العاديين، وفي صالح كذلك انتم الفنانه اللي دابا يعني دابا الناس غيتسناوكم شنو غادي تنتجوا لينا، لان يعني ما بقاش دابا غادي يقول لك واخا هو انت دعمتك الوزاره ب 60% ولا ب 40% ولا 50%، يعطينا خويا العمل مزيانه غادي نشوفوا الاعمال اللي غادي ننزلوا، لان هذه مسؤوليه كما قلت فوق العاتق ديالنا، ولكن ان شاء الله غنكونوا قد هذه المسؤوليه مادام اننا دوزنا من هذه المرحله ديال الاختيار، لان حتى الاختيار كيكون فيه واحد المجهود كبير، ويعني وتبارك الله لجنه اكفاء كيجلسوا موسيقيين كبار كيجلسوا مع لي بروجي فاش يقدروا يهزوا واحد الاعمال اللي في المستوى. انا شخصيا يعني نزلت باربعه الاعمال اللي ان شاء الله يا ربي غادي يشوفوا الجمهور غادي يسمعوا داكشي اللي دفعت، ومن خلاله غادي يفهموا شنو موضوع البروجي اللي حامل الان. اكيد ثم كذلك من بين النقاط الايجابيه في هذا يعني هذا الموضوع هذا اللي اثر الجدل، هو انا شفت مثلا حتى بالنسبه للدعم بالنسبه للشباب، مثلا انا كنعرف هذه واحد 5 سنين و6 سنين و7 سنين ما يمكنش بواحد بحال عصام سرحان يفكر انه يدفع البروجي، كانوا غير مقتصر على واحد النوعيه ديال الفنانين اللي فاهمين
اللي كيعرفوا عارفين فاهمين الملف دفتر تحملات اشنو خصو يجمع فيه من الاوراق لان يعني انسان كتاخذ وقت كبير والناس كي ما عارفينش انه كاين مجموعه اوراق اللي كتاخذ واحد الوقت كبير بزاف باش تقدر تصارع عليه لان في النهايه كتكون دائما في ديبلاسمون وعندك مشاغل ولكن مزيان هذه فرصه كما قلتي انه الفنانين الشباب يهتموا بهذا المجال انه يكون عنده الوراق. على الاقل يكون عنده الوراق بزاف يعني بزاف الفنانين كنشوف انا ولا الموسيقيين كيكونوا مليين في يعني في الخدمه في الموسيقى وكذا فكي الوقت كيسرق منهم انه يعرف مثلا على الاقل يكون عنده بطاقه الفنان يعني فاش الدوله تكون كتعرفك خصك تكون عندك الوراق ديالك بما فيهم بطاقه الفنان وبما فيهم الا كنتي كاسم باغي تصنع البروجي ديالك مستقبلا خصك تكون عندك شركه كيفما انا كريت شركه فاش نقدر نشارك اولا في الدعم يعني اذا خصو ستركتور يعني الواحد كي تنظم الانسان وماشي فقط حنا كنطلبوا غير من الفنان فجميع المهن اللي هي غير مهيكله فهي كذلك الانسان خاصها دابا لان زمن اخر دابا دونك حنا شفنا شنو وقع خاصنا ناخذ الدروس من هذه الازمه ديال جائحه كوفيد 19 عندكم شي راي ربما انتم في هذه المساله كذلك انا بالنسبه لي هذا الموضوع ديال الدعم هو موضوع عادي جدا ما اي فنان يستحق ياخذ دعم باش كيتعاون في المشاريع الفنيه ديالو ولكن يمكن مع الظروف اللي دابا حنا فيها خذ اكثر من القيمه ديالو وخذ اكثر من هذا ما هي مساله عاديه كتجيني انا ما نعم مكينشي. طيب غادي نواصلوا الحديث اكيد ولكن من بعد حنا ندوزوا حنا كيف كان فقط هذه في البدايه ديال الحلقه درنا واحد اشاره خفيفه ولكن من بعد غادي نتكلموا على مواضيع اخرى محاور اخرى اكيد فغادي نبداو معك عصام سرحان الصوت الطروب تفضل سمعنا ما جادت به قارحتك الله يبارك فيك يلا نسمعوا حبيبي سعيد اوقاته يا ليلي يا ليلي ليل سلطان
يا سلام عليك. ما سخيناش ما كناش تبقى غادي سافرنا معاك يعني الطرب الكلاسيكي الطرب الكلاسيكي الأصيل. فحقيقة والجميل هو أنت عجبني مثلا من الفنانين اللي كيغني واحد ستيل ولكن تيغني بطريقته يعني 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 المدرسة محمد عبد الوهاب ومدارس أخرى ولكن أكيد أن الطريق كنا بصمة ديالك يا عصام. وحتى الناس سبحان الله هذه المسألة مهمة قلتها السعيمات لأنه حتى الناس سبحان الله يكونوا بعض الأغاني ولو أنه ما شاء الله يعني مطربين كبار كيغنيهم ولكن كيبغيوا يسمعوا بواحد البصمة جديدة بتوزيع جديد موسيقى جديدة لأنه الوقت تطور فحتى حتى الأذن تطورت الناس كيبغيو صراحه يسمعوا تعاودت الاذن على السماع داكشي على طيب نورا فكنا كنهضروا شويه لان قلتي لي يعني استغليتي ديك الفتره ديال الحجر الصحي نعم. يعني اشتغلتي خدمتي على راسك مزيان على صوتك ماشي بزاف ولكن الحمد لله ديك الفتره يعني الحمد لله ديال الحجر الصحي ومع بحكم ان الاب ديالي عنده استوديو كنا كنمشيو حدا الدار كنبقاو 5 الصباح 6 الصباح كنحفظ وتي يخدم معايا وكي يعني كيتقاتل معايا باش انني نخدم على صوتي يعني كل ما طورتي نفسك كل ما يعني زاد اكثر فاكثر اكيد هو طبعا يعني الغناء والصوت كيبغي تمارين وتقريبا ربما تمارين يوميه يوميه وكنت يعني يوميا متواجد على الفيسبوك يعني يوميا كنحط مقاطع فيديو طربيه 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 والحمد لله يعني حطت بعض المقاطع اللي نالت اعجاب بزاف الفنانين والحمد لله يعني طيب انا شفت تبعت فيسبوك ديالك لان شفت المقاطع اللي كنتي كتحطي فولكن تيبان ليا بان لبساتك انغام يعني احنا طبعا انغام احساس جميل جدا ومطربه صراحه بالنسبه للانغام شحال هذه ما كنتش كنتصنت ليها مؤخرا كنت مع واحد السيد سي عمر الشريط اللي تعرفوا كان جا قال لي انت ديما كتحطي اغاني بدل شويه الستيل قلت له شنو قال لي مع حكم ان الاب ديالك كيعاونك هذا غني شي شويه الاب ديالك قلت له انا واخا قلنا نقطع لك واحد القطعه ديال انغام قلت له امايا قال لي يا اعز واغلى واطيب قلب والحمد لله غنيتها وعجبت الناس بزاف والحمد لله طيب الملاحظ هو ان الوالد ديالك اللي هو موجود معنا كنحيوه نعم. وحتى الوالد والوالده تاهي مولوعة شويه اكيد ماما ديما كتصورني ماما قبل التليفون كتصورني بلي اسره فنيه اكيد غادي شغلتوا راسكم في الحجر وداك الشيء ما كاينش مشكل شي تيغني وشي تي ستوديو شي تصور الحمد لله
طيب نبغي نسمعوك في شي هذه المناسبة نقدم مقطع الأب ديالي حكم أنه كيشتغل معايا و... نعم بيان سور مقطع. طيب نتفضل نسمعوك. والحب دعم وغيرك من
نياته الحب تا عمر وغيرك من يقدر يسعدني في أوقاته صباح اللي حب في أيامنا طيب وكمان على نياته يعني قولوا عليك طيب يا أعز وأغلى وأطيب قلب فسر للعالم معنى الحب ونشوره وقالوا عليك طيب خليك هنا مني قراي شكون دابا اللي عطيناك بغيناك توصفين تقولي لشي حدية شكون أكثر واحد بالنسبة لك يا طيب شكون؟ الأب ديالو حيت وحدة كان حيت معك حيت معنا دابا يا طيب أكيد لا ماشي حيت هو معنا ولكن صراحة يعني كما كانش هو نقدر ما نكونش أنا بطبيعة الحال ولا وتشتو حتى كيفاش يعني مرافقك وتيكوتشك معاه وتبارك الله توا فنان فاهم يعني نعم يعني كما تنقولوا تقني في الموسيقى فا بالنسبه للقام ديالك يعني عندك يعني كيعطينا داك الشيء يعني نعم داك الشيء كما هو كيعطيه لي صراحه والحمد لله كنلقى معاه راحته وكذلك الفرقه الموسيقيه ما شاء الله عليها لاني اسفت القطعه هذه من اعز القطع ليا وكنبغيها وتحيه ليكم كنا شي قطع غابرين غير عارف شنو غابرين شي قطع ديال الانغام ديال عماد عبد الحليم عماد عبد الحليم ايوه ولكن برافو عليك حنا مازال غادي نعاودو نسمعوك عاوتاني في واحد الالوان اخرى اكيد ف سي محمد المنصوري بيان سور تعرف عليك الجمهور من خلال المشاركه ديالك في برنامج دو فويس ومن تما يعني الوقت من تما يعني الوقيته لدابا شنو درتي فيها صراحة زارك جامعة كورونا جامعة السيدة ديال كورونا ما درنا والو سي عصام صور عارف شنو كاين راه يلا قبيل ما درنا فهاد الشيء ولكن الحمد لله راني خدام زعما الاغنيه دابا ديالي راني خدام عليها يلا صورت لها الكليب ما كاملاش يمكن دابا حتى يوم سمان صورت لها الكليب ومازال كنفكر واش نحطو في هاد لا بيريود دابا الكونفينمون ولا حتى تسالي هاد الشيء باش كيف واحلين ما عرفنا ما نديرو طيب بون حنا باش نصحو حنا ماشي في كونفينمون حنا غير كاينه تدابير كاينه غير حاله طوارئ وكاين تدابير ولكن اعتقد صعب شويه الواحد صعيب على الفنان دابا بزاف الفنانه ما عندهم ضبابيه في يعني في الرؤيه صح. كيفاش غايدش غايديروا واش خصهم يطرحوا دابا اعمال واش وما يطرحوهاش حنا باقيين فيها حنا كيحيد دابا ربما كاين اولويات هي كاين اولويات ولكن كنتمنوا انا نخرجوا بالاهداف وانا نخرجوا من هذه الحاله ان شاء الله رفع علينا الله سبحانه وتعالى الوباء على المغرب ولا الدول العربيه كذلك كلها هذا هو الاهم ولكن في نفس الوقت كما قلت الانسان ما يمكنش ضروري خصو يشتغل انا حتى الفنانين اللي كانوا صحابي في الكونفيرمون مي كنا باقيين في الكونفيرمون كنتصل بصحابي ولا كنجبرهم النفسيه ديالهم محطمه ولا كذا ما كيعجبنيش الحال بالعكس هذه هي المناسبه الانسان حنا ما كناش واحد الوقت ربما ما كناش كنتخيلوا تجلس في الدار 3 شهور مع عمرنا طاحتنا في البال ديالنا عشنا هذا الشيء هذا ربما مع الوقت غنبقى نعاود هذا الشيء الاجيال اللي جايه غدوك تقال واحد الوقيته راه مساله ماشي قبيحه بالعكس هذاك الوقت هذاك كيسوى 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 الفلوس كما كيقولوا لان كل واحد تعرف على نفسه اكثر كل واحد يخدم كل واحد في المجال ديالو سواء الغناء سواء اي حاجه تخدم ويجي واحد الوقت عتوز داك الباجاج هذا كتحطه في واحد ويسوى الفلوس اكيد ومزيان الانسان ولو كتمرين كيمرن كيتعرف اكثر على يمرن صوته ويتعرف اكثر ويجتهد صح انت كما قلتي دابا خرجتي الفان دونك الاغنيه دابا راه قريبه والكليب كنتسنى دابا غير المونتاج في الاخر ديال المونتاج وباقي كنفكر النهار فوقاش نحطها باقي ما عرفتش اكزاكتومون فوقاش اكيد التوفيق ان شاء الله ربي يخليك استفتي قلبك وغادي تعرف اش خصك دير اكيد ولكن الانسان يشتغل يشتغل الانسان يخدم حتى ان عاوتاني ما ينساوكش الناس لان الجمهور تعرف عليك وتبعك تبعناك حتى حنا كذلك من خلال وباقي تنعقلوا حنا على ذاك المشهد اللي طبعا لا ديفا سميرة بن سعيد انت كتغني داك الموال يعني الاندلسي ولكن هي عجبها تلمو عجبها صوتك وعجبها الموال
ولكن ما دارتش بزاف ناس كيديروا كاين في يوتيوب. علاش هي ما دارتش على عندك؟ نورمالمون كيكونوا شي 5 ايام ديال التوناج ديال المرحله الصوت وبس. ما كيكونوش ما كيكونش داك الشيء في نهار واحد. ستيفان انا باش غني انا غنتغنيت في نهار الرابع. نهار الرابع كانت سميره بن سعيد وكان رغيب علامه كانوا عامري كانوا عزلوا 15 لواحد كل واحد كان عزل. ستيفان واخا غادي تعجبها راه ما تقدرش لها ديك الساعه الدور لي. دونك كان الاختيار يا اما مثلا احلام او محمد حماقي. والحمد لله كنت وكانت احلام. طيب نسمعوك ونشوفوا ما كرهناش نسمعوا ذاك الموال. افيك اون بليزير. شنو دير لنا في الاول؟ شنو نديروا الموال هذا ومن بعد الاغنيه اللي بغيتو نديروا موال نيت داك الشيء اللي درت تما نديروا. يا تفضل. هذه أنا مرض سمعناها من بعد غادي نسمعوا أشياء أخرى. ف
اول جاني اول سؤال بغيت نسولك، واش انت كتهضر بالاسبانيه؟ لا صراحه ما كنهضرش بها، ولكن كنفهم فيها شي حوايج، وقبل ما كنغني شي اغنيه حتى كندير لا تراديكسيون بعدا اون عربي اون فرونسي باش كنفهم دوك لي بارول باش نحس بهم باش عاد نغنيهم. وكل مره كنتعلم اغنيه كل مره كنحفظها، كل ما كنزيد انا كنكبر الباكاج كيولي عندي، وليت كنفهم الكلمات. انت في دوريجين فين تزاديتي؟ انا في الرباط. انت في الرباط؟ زدت في الرباط. ولكن انا تنشوف القليل الفنانين مثلا من الرباط ولا من كازا اللي تيكونوا مأطرين مثلا بهذا الغناء الاندلسي او الاسباني، سي جينيرالمون الدراري ديال الشمال بحكم القرب بحكم اللغه. فكيفاش يعني بديت كيفاش عجبك هذا الستيل هذا؟ انا بصراحه اي حاجه في الموسيقى زوينه كتوصل ليا كتقيسني، كيف كنبغي نتعرف على جميع الانواع ديال الموسيقى كاع لي ستيل، سواء طرب سواء الشرقي مودرن سواء الاسبانيول اي ستيل. وهذه كنشوفها باللي زعما شي حاجه اللي زوينه اللي كتخليني ديما كنافونسي، ما كنبقاش محدود في نفس الستيل وفي نفس ال. طيب لان غالب عليك هذا الستيل هذا ديال الاسبانيول وهذا الاندلسي والكيتانوس الشقوري، المهم كاين واحد ميلونج، ولكن مثلا الاغنيه ديالك جديده او الستيل غتمشي فيه انت غادي يبقى غادي يكون غادي في هذا النمط هذا ولا غادي تبدل؟ لا يكون شويه بعيد على هذا الشيء، تكون بغيت نحاول ندير موسيقى اللي تكون شويه سهله اللي كتوصل لاي واحد، يقدر يكون شي واحد اخر ما يكونش فاهم الموسيقى دغيا توصل ليه ودغيا يحس بها. طبعا هذه اغنيه غون امور هي ديال جيبسي كينغ. جيبسي كينغ اكزاكتو. الوقيته اللي كان مجموعين ف حقيقة داروا إبداعات كبيرة خصوصا المغني اللي هو أعتقد تشيكو ولا باكو اللي كان في الأول معهم، مشات لي كيتخلطوا لي الأسماء ديالهم. تشيكو أعتقد تشيكو هو اللي كان شونتور، اللي دار من بعد دار بوحدو دار إسكو تشامي إلى غير ذلك. ف خلى واحد الريبرتوار صراحة اللي كبير بزاف. كبير. عصام منين هضرت معاك في هذا الأسبوع لقيتك في الحسيمه، اش كنت كدير في الحسيمه؟ والله انا في الحسيمه باقي مصيف الصيف رساله. جبنا خل الخريف صراحه جبنا احسن الايام، واخا سال الصيف، ولكن صراحه الحسيمه من اجمل المدن اللي اكيد انا كنت كنمشي لها، يعني مشيت شي جوج مرات هكا، ولكن كانت خدمه حفله ولا هذه كان طياره كنتهز كنتحط، يعني ما عمري شفت الحسيمه. هذه من حسنات كورونا كاين شي مسائل اللي ما كناش كنعرفش، مناطق في بلادنا ما كنكتشفوهاش للاسف. هذه فرصه، وحتى الناس سبحان الله هذا العام هذا بدا في الحسيمه، شفت بزاف ديال الناس من جميع المناطق في المغرب جاوا للحسيمه وكيجيو. نعم. ماشي غير الحسيمه، المدن المغربيه كلها تنقلات، ديك التنقلات واخا صعب التنقل في هذه الايام، ولكن مع ذلك على الافق المستقبل القريب ان شاء الله كيبان انه هذا الشيء غادي يمشي باذن الله، وغادي نبقاو نسافروا ونشوفوا المدن ونتمتعوا بها. يعني تعرف انا يعني هذا نداء لكل الناس اللي كيبغوا مثلا ان في اطار تشجيع السياحه الداخليه صراحة. فالانسان يمشي بعدا نكتشفوا المدن ديالنا، نكتشفوا المدن المغربيه، نكتشفوا جميع المناطق المغربيه سواء بالريف سواء في الشمال سواء في الاقاليم الجنوبيه في الصحراء المغربيه. يعني مابقاوش مقتصرين غير على فقط بعض المناطق في الوسط الى غير ذلك، فالواحد يكتشف كاين مناظر خلابه. وزائد ماشي ضروري نخرجوا برا، يعني ماشي ضروري نخرجوا برا المغرب، كاين شي مسائل اللي هنا في المغرب يعني كتمشي لها اول مره كتصاب بالابهار بينهم الحسيمه. يعني الحسيمه طبعا البحورات ما من احسن البحور ربما احسن بكثير من جيراننا، دونك سواء من هذا الجهه ولا من الجهه، الحسيمه كتبقى الشمال كله في المغرب. هنيئا لك، وهذا كان في اطار تدعيم السياحه في المغرب، السياحه الداخليه طبعا. السياحه الداخليه طبعا. طيب عصام شنو تسمعنا؟ شي حاجه مغربيه؟ يلا نسمع واحد الاغنيه اللي صراحه انا كتعجبني بزاف، ولكن هي كتعجب الوالده بزاف، كنوجه لها واحد التحيه من هنا الله يخليها لي والله يحفظها. كنحيوها جميعا ولا تبارك الله على الوليد دائما ودعي معنا حتى حنا طبعا حنا بالدعاء ديالنا حنا غادي الحمد لله كسل بالله. Thank you.
متعنا بي سومك غالي والناس متعنا بي كلها يقول ديالي واللي يشرب يخلي يا كاس سومك غالي والناس ما تعنى بي كل هاي قول دياني دياني واللي يشرب يخلي يا كاس ومخلي غالي والناس ما تعنى بي كل هاي قول دياني دياني واللي يشرب يخلي ولا جاب كاس الظلمة يبقى قلبي محتر خايف علي ويدور من دار لدار من يد ليد نهار يستنى فيك ولا غام كاس الظلمة يبقى قلبي محتر خايف علي ويدور من دار لدار من يد ليد نهار يستنى فيك وانا نقدي مالي وبروحي وعيوني عيوني تنشي ما يخلالي غير نظرة غير نظرة نظرة في نظرة فيه يا كاس ومثاني والناس ما تعنى بي عماد كلها ديالي نظرة فيه يا كاس ومكاني كاني والناس ما تعنى بي كل هاي قول دياني واللي يشرب يخليه ولا جاب كاس الله يبقى قلبي محتر خايف علي ويدور من دار لدار من يد ليد نهار يسنى فيه الله
كاسي لمشيتي ولم تقول غيري من جيتي علي لن تغيب يا كاسي لمشيتي لم تقول غيري من جيتي غير سيروا اللي عندي كيف كنتي غير سيروا اللي عندي كيف كنتي وانسقيني من ماء لرجعتي لن تغيب يا كاسي لمشيتي لن تقول غيري من جيتي لن تغيب يا كاسي لمشيتي لن تقول غيري من جيتي غير سيروا اللي عندي كيف كنتي غير سيروا اللي عندي كيف كنتي وانسقيني من ماء لرجعتي يا كاسو متخلي والناس ما تعنالي كل هاي طول ديالي واللي يشربي خليك يا كاسو متخلي والناس ما تعنالي كل هاي يكون ديالي ديالي واللي يشربي خليك وإلى جال كنس الله يبقى قلبي محتر خايف عليه ويدور الدور ده من يد ليد نهار يسنى فيك يا سلام عليك سلام. برافو عليك برافو عصام. المغربية أكيد دي. أكيد عجبني هذا القطعة فاحنا كيعجبنا الحال حنا كجمهور أكيد لما الفنان فنان شاب بصوت بمؤهلات يعني صوتيه جميله جدا وقويه انه يحفظ كثير المغربي فمحدك مازال انت كتعرف وانت كتشهر وانت كدير بلاصتك في الساحه الفنيه وانت كدير ايفور كثير باش تحفظ المغربي تحافظ على المغربي طبعا لان شحال هذه ما كنتش حافظ بحال هذه الاغاني هذو ولكن لا الصراحه حافظ غير ما كنحاول اني نوع في حيت ملي كتكون تعرف ملي كتكون مثلا سواء في سهرة سواء في ايميسيون في الاذاعه ولا هذيك كتحاول تنوع ما امكن كتحاول تنوع انا من الناس صراحة كنحفظ المغربي بزاف واخا ما كنأديش بزاف ولكن كنحفظو بزاف جيت واحد يعني بقى دائما عندك الانتيكيتا ديال الموال قدوة الحلبية يعني الطرز العربي الشرقي كنحاول نوع انا صراحة كنحفظ انا من الناس اللي كيعجبني ماشي غير انا الناس المغاربة كلهم كيعجبهم الريبرتوار المغربي وغني بزاف بالالحان والمقامات اللي كذلك نورا كتحفظي شوية المغربي صراحة شوية وصافي حيت كان من اكثر الطرب يعني ولكن الطرب المغربي اكيد كنسمع له ولكن كي كنقولوا الراحه النفسيه وكتبقى يعني في الطرب الشرقي نعم طيب عصام انا نبغي مثلا نسولك مثلا انت الشكل ديالك مثلا كتبغي تحفظ الاغنيه الا بغيتي تحفظها واش كتخصك تبقى تسمعها وتحفظ اولا كتبغي تشوف الكلام ديالي يعني تخرجوا بار أنا من الناس اللي كنبغي نحفظ شي اغنيه كنحاول نعتمد على الذاكره اكثر من انني نشوف لانه الموسيقي هو في الاصل ديالو سمعي ماشي بصري يعني عاده ما كتكون سمعي يعني قليل الناس اللي كيكونوا موسيقيين بصريين واخا انا من الناس اللي قاري النوطه يعني نورمالمون خصني نشوف في النوطه ولكن مع المدام كتمشي كنحيد يعني من غير العود يعني كنحاول اني نعود نفسي على السمع فكنحاول اني اي اغنيه يعني سمعتها كنحاول نسمعها بزاف كندوز واحد مثلا 5 د المرات ولا 6 د المرات صافي كتحفظ بواحد السرعه وعاد كتعطيها طريقتك طبعا من بعد كنزل عليها لا هذا ولي جميل كيعجبني بهذا كان الواحد يستعمل الشكل ديالو الاداء ديالو وتوالم الاغنيه الصوت ديالو هادشي بالضبط دابا حاليا فين باقي مستقر عصام حاليا دابا في تطوان طبعا انا مع الكونفيرمون مع هادشي د كورونا كنت انا في ايطاليا قبل تطوان كان عندنا واحد الجوله انا واصدقاء الفنانين في اوروبا يعني كانت في ايطاليا كانت في سويسرا كانت عندنا حتى اسبانيا ولغيناها في الاخر الحمد لله ما حصلناش برا في ايطاليا الحمد لله لا كنا في البدايه ديال كورونا في ايطاليا يعني الحمد لله ربي يحفظ انه ما وقع لنا والو وجينا في الاواخر ديال بدايه كورونا في المغرب الحمد لله دخلنا فاش دخلنا يعني جلست في تطوان الى هذه الوقيته هذه الوقيته ان شاء الله طيب وغتبقى دائما استقرار في تطوان من بعد ما يفوت هذا الشيء لا طبعا كازا ضروري خصك تجي لها ما يمكنش لان كازا هي المحور ممكن تمشي المطار ممكن تمشي طبعا تسجل في الاذاعه بزاف الحوايج طيب نورا نسمعوك في شي حاجه مغربيه مرحبا شنو تسمع يمكن فيت لي شفتك طيب نعم
صورتك مرسومة في العين يا عين يا عين. يمكن فتلي شفتك صورتك مرسومة في العين. أو شيء مرة قابلتك ونسيت لقينا فين وش فينا خايلتك أمهد صورة يقين. صورتك مرسومة في العين يا عين يا عين. يمكن فيت لي شفتك صورتك مرسومة في العين. أو شيء مرة قابلتك ونسيت لقينا فين وإيش كنا بخيلتك خايلتك أمهد صورة يقين. شايفني ولو غير مرة واحدة لله قلها وريحني من كل شي غلطة بعد إلفتلك شايفني ولو غير مرة واحدة قلها وريحني من كل شي غلطة بعدها ولحشمت تصارحني أنا اللي عليا نبتة. يمكن فيت لي شفتك صورتك مرسومة في العين. أو شي مرة قابلتك ونسيت لقينا فين وش فينا خايلتك أمهد صورة يقين. طبعا كنحيو كل شي واحد كيطلب هاد الاغنيه يمكن شي واحد كيبغي يغنيها كيدور عند الموسيقيين كيقول له يمكن فيت لي شفتك كيقول لا باغي نغني. تنبغي نحيو جميع الفنانين الرواد المغاربه اللي عطاونا الحان جميله الحان في اللي بقات كتغنى وعلى مدى السنوات وسنوات. وحنا دائما الخزانه المغربيه يعني مليئه بهاد الابداعات ديال هاد الفنانين. يعني الحمد لله زعما كان الرواد عطاونا كثير الشباب زعما الفنانين واللي خداو المشعل
يعني انا كنقول واحد مساله ما عمرهم ينساو دائما يتذكروا بالفنانين الرواد كاينش لانه هاد فحال ما كتسمع دابا هاد النوع ديال الاغاني شي حاجه اللي راسخه في الدين يعني فحال ملي كتقول في مصر كي عندهم محمد عبد الوهاب حنا عندنا عبد الهادي من الخياط عندهم مكادا عندنا عبد الوهاب الدكالي عندنا سميح سمير السعيد عندنا عمالقه الحمد لله اللي خلوا واحد الربيع في الالحان خلوا واحد بصمه كبيره في التراث محمد بن عبد السلام يعني في الكلمات والالحان مثلا علي الحداني حسن القدميري في الالحان محمد عبد السلام كما قلت فبزاف دازو يعني فتح الله المغاري أحمد العلوي دونك كانوا ناس بلا ما المهم ربما غادي ننسى الاسماء ولكن عبد القادر الوهبي ومهم واللائحه طويله انا الصراحه ما كرهت شريته كان يعني كنت يعني من المواليد ديال داك الموسم صراحه هذا يعني حلم ريت كنقول لو كنت يعني في داك الوقت كنت نقدر انني يعني ناخذ حقي على الساحه الفنيه فهذيك الوقيته تاخذي حقك يقول قصرا كانوا هما كيف ناوي زعما يعني على حسب يعني الطرب هذا الوقت كنشوفوا انا شوف الانسان كتكون موهبه وكتكون عزيمه وتيكون يعني الواحد اكيد انه كيطور نفسه يوم ورا يوم راه في جميع المجالات ماشي فقط في الغناء دونك غير كون كنتي في هذيك الوقيته كنتي بيدوك حل ماشي مشكل انا اذا باب فقط نضحكوا شي شويه ونديروا حنا يعني كنحاولوا نستانسوا وحديتوا مغزل كما تنقولوا نهضروا شويه ونسمعوا شي شويه غادي نعاودوا نرجعوا معك سي محمد المنصوري فشنو لي بروجي ديالك مثلا ان شاء الله كيفاش كتشوف لا كارير ديالك بصراحة دابا انا الكارير ديالي دابا بديت كنخدم على بروفيسيونيل زعما في هاد الوقيته هادي اول اغنيه خرجت لي خرجتها دابا على ود ما عمري ما خرجت اغنيه كنت كندير ديما لي كوفر ما عمري ما خرجت اغنيه ديالي وهاد الكونفينمون اللي كنا قبيله كنهضروا عليه كان سبب باش باش نصوب اغنيه وكنتمنى تنا الاعجاب ديال الناس اللي متبعيني وهذا الشيء اللي كاين دابا حاليا اكيد ان شاء الله انا فقط بغيت نسول نوره كنت سولتك المره اللي فاتت اعتقد ولا ربما ما انت ما دزتيش في شي برنامج من البرامج ديال اكتشاف المواهب كنت دزت برنامج زمن الجميل اللي كانت فيه اسماء منور وانغام ومروان خوري ولكن صراحه يعني كانت في الاول يعني كان السن مازال صغير كان الصوت يعني مازال ما خدمش عليه كنت ماشي مستعده وجات فرصه يعني ماشي في وقتها وكنتمنى ان شاء الله يعني مازال فرص القدام مازال بزاف د الحوايج ان شاء الله سنطمح لهم مستقبلا لنا هي حق تجربه مهمه ياك عصام مهمه بزاف طبعا الناس كيكونوا يعني كيعرفوك في العالم العربي دي حاجه مهمه صافي المغرب ملي كتقول العالم العربي يعني حتى المغاربه ما كانوش كيعرفوك انك مزيان كتغني مثلا غير في المنطقه ديالك او في الاقليم اللي كتكون فيه ولا هادي يعني ملي كتخرج شي برنامج سواء برنامج مغربي ولا برنامج عربي خطوه مهمه بزاف حتى التجربه اللي دوزتي سعيد استوديو زي ما خرج واحد بزاف من اللي كنتوجد انا عشت هذه القصه يعني لما كنت المقدم والمعيد ديال استوديو زي بوندون سنوات في خصوص السنوات الاولى الدورات الاولى فحقيقه داك اللي يعني كنا كنشوف واحد لومبيونس كنشوف لي زارتيست كيتعلموا مع كذلك مع لجنه التحكيم اللي كيكونوا فيها غير الاساتذه كبار مع الناس ديال الكوتشينغ وثم داك التنافس اللي كيبقى بين كيكون واحد التنافس ف يعني كنشوف ان اغلب الفنانين اللي كانوا معايا ديك الوقيته اللي هما دابا هما يعني ما الانساحه الفنيه فخداو كياخذوا الثقه اكثر تيتعرفوا اكثر فحقيقه هي برامج مهمه ولكن تبقى دائما يعني المغرب يعني التجربه ديال سودوزيم كانت من يعني من انجح التجارب انجح التجارب صراحه انا طبعا في الاول كان زمان كان نجوم المواهب اولا ديال السي عبد الجراري ثم اضواء المدينه السي حميد العلوي ثم كان جا نجوم الغد مع عتيق بن شيقر والحاج يونس يعني كانت تجارب مهمه او حتى في ملي كتقول مثلا لبنان حتى لبنان نفس الشيء استوديو الفن راه خرج العمالقه ديال الفنانين اللي كاينين دابا هما نفسهم انطلاقا من استوديو الفن هما بادين يعني اكيد استوديو اللي كان المشرف ديال لبنان كان مشرف عليه سيمو اسمر وعلي توفيق خرج بزاف الفنانين اللي دابا حاليا هما اكيد كان وائل كفوري ونوال زغبي وراغب علامه ومجد الرومي ورامي عياش ويعني واللائحه طويله كانت يعني البرنامج كتكون واحد الدفعه اللي هي مهمه بزاف يعرفوك الناس كيبقى كما قلتي الحاجه اللي مهمه هو انك انت تكمل لانهم عطاوك واحد الدفعه كيبقى الشهاد ديالك اكيد طيب اسمع منصور شنو تسمع شنو نسمعوا نسمعوا اغنيه على الليل اللي غنيت في يلا داكور على الليل اللي ليل
غزالي. أجيني وجيني أجيني بالهمة, أجيني وجيني أجيني بالهمة, دوك العيون الكحل الفرقوني على يما. الوردة ويا الوردة يا الوردة في الشوكة, أنا جن جنوني في الحاجة المشروكة. ألا ليل لالي 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 وأنا عبد غزالي. ألا ليل لالي ألا ليل لالي ألا ليل لالي وانا عبد غزالي. عبد غزالي. دابا انت كتغني وانا جاتني واحد الفكره, لان تنعرف انا عصام عصام يعني يجيد ويتقن المواويل, فيا اما ديروا واحد المحاوره اولا ولا ديروا شي حاجه, دير معنا هشام سنا انفو شنو المقام شنو نديرو اش مقام يلا حجز حجز صوت تي إني وقفت بباب الدار أسألها عن الحبيب الذي كان لي فيها. أنا فما وجدت سوى طيفا يكلمني
إلا نواحا في أعانيها يا 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 لي إلا نواحا في فقلت يا يا دار أنا فقلت يا دار أين أحبابنا رحلوا أين أحبابنا رحلوا أنا وخلفوني وخلفوني أنا وخلفوني يا لا يا يا لا أوفا أوفا يا 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 والله والله يا حروف الوطن زي العقد في الصدر محلى محلى فلسطين الحبيبة مغلى الوطن يا عرب مغلى واللام اللام اللام لما توحدوا كان كان الحجر مهوان السجين امتى الفرج الجاي يا وتطلعت بدر على الشهيد في تران قول يا أهل المراجل لم الشمل محلان والنور نور النبي وقدسنا مصر يعني جميل جدا الموال حتى احنا كلشي كيعجبو الحال انا كنشوف حتى الفريق التقني اللي معنا والفني كلشي تيولي اكيد كنستمتع. طبعا احنا تقريبا جينا على نهايه ديال البرنامج مازال غادي نسمعوك نوره ثم غادي نختموا معك عصام صرحان. عصام اكيد دابا انت عندك يعني الطابلو دو بور باين قدامك دابا يعني من بعد ان شاء الله بما انك خديتي هذا الدعم ديال دعم الانتاج ديالك الانتاج الفني ولا خافوا اللي هو ليس بدعم استثنائي
بون اللي دعم الانتاج ديالك الانتاجات ديالك الفنيه فبديتي كتخدم فيهم. نعم. ديجا كاين الماكيت ديجا دفعنا الماكيت ودابا انا حاليا اليوم يعني خصني نرجع ان شاء الله يا ربي باش نبدا في التنفيذ يعني جمع الموسيقيين لان حطينا بلانينغ ديال الخدمه كيفاش غادي تكون البوم كامل ان شاء الله غادي يشوفوه الناس وان شاء الله يعجبهم لانه انا خدمت فيه بزاف صراحه وتعبت فيه بواحد الشكل كبير لدرجه انه يعني في الايام ديال الكونفيرمو يعني كنا انا بديتو قبل صراحه بديتو قبل الكونفيرمو ولكن الافكار تنفذوا في الكونفيرمو تعبت فيهم بزاف وانا متاكد انه داك التعب ما غاديش يمشي بالمنصوره لانه الناس الحمد لله كيسمعوا مزيان وكيعرفوا انه الفنان كيتعب. طيب واش هو غادي تخرج البوم دقه واحده اللي فيه دوك اربع اغاني ولا غدير سينجل بار؟ كنظن غادي ندير سينجل بار سينجل لانه صعيب انك تنزل في دقه واحده كنظن غادي ننزل بكليب طبعا حنا وقتاش دابا ماشي بحال شحال هادي انسان تيحط البوم دابا خص كل اغنيه تحط تلونسا بوحده وتاخذ حقها اكيد تيعطيكم ان ديلي لهذا الشيء مثلا ولا طبعا كلشي ديريكسيون طبعا ديال وزاره الثقافه عطينا واحد كيفاش غادي نخدموا كيفاش بدايه الدعم الاستثنائي الدعم المشروع كيفاش غادي يبدا الدعم الاستثنائي راك غادي تعاود راك غتغلط عاوتاني راه هو دعم ديال الانتاج الاعمال الفنيه يعني عطاونا البدايه كيفاش غادي تبدا وكيفاش غادي يسالي الالبوم وطبعا كاين واحد السقف ديال الوقت اللي غادي نقدروا نخرجوا فيه الاعمال وداك الشيء الحمد لله يعني غنبداو بدا التنفيذ من دابا طيب ان شاء الله التوفيق ان شاء الله عصام التوفيق نسمعوا اما براوة نورة اما براوة يلا تفضل اشرب حدانا قلت حبيب ملان وعطشانا إيه الناس اروح له ولا اروح واشرب حدانا اروح له ولا اروح وبلاش اوى اما براوة براوة على الهدى براوة اما براوة
يلوموني أحب لوم العوازل لما يلوموني يا ناس لوموني لوموني ما ترحموني أحب لوم العوازل لما يلوموني ناس لوموني لوموني ما ترحموني أحب لوم العوازل لما يلوموني وانا وحبيبي يا عيني حلو حلاوة أما براوة براوة على الهدى أما براوة من غمب أنغام. أولا نشكركم جميعا. فقط قلت لي بأنك عندك شي سفرية كاين لي فول بعدا محلولين دابا فعلي بول كان دو على المواطن يعني ماشي اللي يعني شغل أولا صراحة أنا خديت أتستاسيون من تما كاين لأبيجان باش نسافر عندي سفر هاد الأسبوع إن شاء الله في كوديفوار أبيجان إلا كتب الله الحمد لله صافي شغل يعني عمل هذا عمل عمل عقد وخاف هاد الظروف يعني وخاف هاد الظروف وكاينة ظروف والله إلا ان شاء الله الاسبوع هذا ان شاء الله يعني واش عقد عمل تما عقد عمل فيه 6 شهور كنتمنى لك التوفيق نورا شكرا لك سي إيماد وكنشكرك على الاستضافه الثانيه اللي عندك في البلاطو ديالك وانا يعني من المعجبين ديالك من انا صغيره كنتفرج فيك وكان عندي حلم باش يكون عندي لقاء معك فاش نكبر وسبحان الله لان الحلم الحمد لله تحقق وكذلك سي عصام الفنان الرائع والفنان الجميل شكرا لكم سي يعني انا سعيد انا الوالده هي نفس القضيه زيد تكبرني زيد كمل عليا اطلق بعيما تقول لي راه مصورنا هنا كنتفرجوا ديما واش الوالده ملي كانت صغيره كتفرج لا ماشي انا لا هي انا ماشي كنبغوا لها التحيه اكيد كنحيوا الف تحيه وهذا كي بالعكس هذا الشيء تيفرحني
اللي مثلا قال الناس مثلا تبعوني من سنوات منذ اول برامجي رباعيات وفاصيلة فحقيقة كانت تنم يعني الحمد لله كان تعجبني حالك كذلك حتى الفنانين ومعظم الفنانين تدوزوا معايا من عصام سرحان يعني حتى هما كذلك يعني صغر مني كانوا كيتفرجوا وده دارت الأيام وأنا كيحصل الشرف أني نستقبلهم في برامجي ونستقبلهم لأنه بالعكس أنا كان عجبني أي واحد مبدع تيجتهد ومازال بغيو نشوفكم أكثر وأكثر إن شاء الله يا رب ولكن دائما نحافظوا على التامبر ديالنا ديال هويتنا المغربية أكيد عندنا مغرب ذو بلد ذو حضارة أكيد. وحضارة عريق خصنا دائما نفتخروا بموروثنا الثقافي والتراثي ولبسنا ومطبخنا يعني هذه لي ميساج اللي كنحاول دائما انا نوصلهم للجيل جيل الشباب فعصام اكيد اننا غادي نبقاو معاك غتربنا وستشنف مسامعنا طبعا ما تفوتنيش الفرصه نشكر طبعا الفرقه الموسيقيه اللي كتعمل واحد المجهود كبير تبارك الله يعني كنمرنوا واحد الوقت بسيط ولكن كتكون مردوديه كبيره أكيد. طبعا كنشكرك بزاف على الدعم اللي كدعمنا دائما ماشي دائما ماشي غير دابا يعني دائما وحنا من المحبين ديالك كذلك الله يبارك فيك بارك الله فيك سيدي عصام كنشكركم احبائي وكنشكر الفريق التقني والفني المرافق ديال البرنامج دندنة اصدقائي كلهم قدر الاعلاميين اللي في شادة فهذا طلب خاص أغنية مدرسة الحب للمبدع كاظم الصاير بصوت المبدع عصام سرحان تلقوا الأسبوع المقبل إلى اللقاء علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور علمني 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 حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور لامرأة تجمع وزائي كشظايا البلور المكسور لامرأة تجمع وزائي كشظايا البلور المكسور
علمني حبك سيدتي أسوأ عذاب، علمني أقرأ فنجاني في الليلة آلاف المرات، وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافة، علمني أخرج من بيتي تمشط أوصفة الطرق، وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات، وألملم من عينيك ملايين النجمة يا امرأة دوخت الدنيا وجعي يا وجعنا يا. أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل أذن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن الذكرى إنسان. أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل أذن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان. أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل أذن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان، ذكرى إنسان. الصبيان أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان، علمني حبك أن أتصرف كالصبيان أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان، يا امرأة انقلبت تاريخي إني مذبوح فيك من الشريان إلى الشريان، علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان، علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوران، علمني حبك أشياء ما كانت أبدا في الحسبان، فقرأت وقرأت
رصاص الأطفال دخلت قصور ملوك الجاه وحلمت بأن تتزوجني بنت السلطان تلك العيناها أزهى من ماء الخلجة تلك الشفتاها أشهى من زهر الرمان وحلمت بأني أقطفها مثل القتال وحلمت بأني أهديها أطواق اللؤلؤ والمرجان علمني حبك يا سيدتي أما الهدايا علمني كيف يمر العمر ولا تأتي بنت السلطان ولا تأتي بنت السلطان أدخلني حبك ودون الأحزان وأنا من قبلك لم أدخل ودون الأحزان لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان أدخلني حبك سيدتي ودون الأحزان وأنا من قبلك لما أدخل ودون الأحزان لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان